سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيئان إن فعلتموه فلن تضلوا بعدي أبدا؟ قالوا: يا رسول الله، فما هو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما معنى الحديث يعني أنا مش حافظ الحديث كويس، لكن معنى الحديث بيقول لك في حاجتين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم المسلمون وقال لهم: إن تمسكتم بالحاجتين دول لن تضلوا بعدي أبدا. قالوا: يا رسول الله، إيه هم؟ قال: كتاب الله، ألا وهو القرآن الكريم، وسنتي، اللي هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وما إلى ذلك. إحنا كمسلمون لما ابتعدنا عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والقرآن الكريم، شوف حالنا دلوقتي عامل إزاي. أصبحنا ضعفاء، أصبحنا كسرى كغساء السيل، يعني إحنا بعيدنا عن قرآن ربنا اللي بيدعو المسلمون إلى القوة والتوحد والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. إحنا بعيدنا عن قرآن ربنا اللي بيقول لك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر والعدوان. يعني إحنا كمسلمون لازم نتعاون على الخير ونبعد عن أي حاجة فيها شر أو فيها أذى للناس أو لجميع المسلمون. إحنا لما بعيدنا عن قرآن ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، انسينا الأخلاق الكريمة، انسينا الأخلاق الحسنة، انسينا الأمانة. زي ما شايف حضرتك الناس في الأسواق والمبايعات، مفيش حاجة اسمها أمانة، مفيش حاجة اسمها ضمير، مفيش حاجة اسمها ان انت تمشي بما يرضي الله. في المجتمعات المسلمة، كل المجتمعات المسلمة دلوقتي عايزة نظام سوفت وير جديد، يعني عايزة ضبط مصنع من جديد عشان ترجع تاني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا لو قارنا أيام الجاهلية قبل ظهور الإسلام، وضع العرب في شبه جزيرة العرب ووضع الناس دلوقتي، المقارنة زي بعض. يعني دلوقتي احنا لما بعدنا عن كتاب ربنا ضعفاء، والعرب زمان قبل أن يدخلوا الإسلام كانوا ضعفاء، كانوا أمة قليلة، كانت الروم والفرس تنظر إليهم نظرة استخفاف واستحقار. يعني دلوقتي عندك أمريكا وروسيا ودول أوروبا بيبصوا للعرب نظرة استخفاف واحتقار، ومش عاملين أي حساب للعرب بسبب إن إحنا بعيدنا عن إيه؟ نهج ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دي مقارنة واقعية. يعني إحنا قبل دخول الإسلام، المسلمون أو العرب قبل دخول الإسلام كانوا ضعفاء. لما دخلوا الإسلام وجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام وخلى للمسلمون أو للعرب شأن عظيم، يعني الإسلام هو اللي خلى للعرب شيء عظيم، زي ما قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وكنا قبل الإسلام أذلة. يعني الروم كان بيبصوا لنا نظرة استخفاف واحتقار، مين العرب دول؟ مين العرب دول؟ يعني بص دلوقتي أمريكا بتبص للعرب نظرة استخفاف واحتقار، شغالين يدبحوا في إخواتنا في فلسطين، مفيش أي دولة عربية قادرة تتحرك، مفيش دولة عربية قادرة تدافع عن أهل غزة وأهل فلسطين، على الرغم إن إحنا بسم الله ما شاء الله عدد كبير، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن كسرى لكن إيه؟ كغساء السيل، ضعفاء، بسبب إن إحنا بعدنا عن كتاب ربنا. وكتاب ربنا بيقول لك إيه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، بسبب إن إحنا بعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه. زي ما أنت شايف المجتمعات الإسلامية، الناس بدأت ترابي، الناس بدأت تسرق، الناس بدأت تعمل حاجات كتير تغضب ربنا سبحانه وتعالى. ده يدل إن إحنا بعدنا عن دين ربنا. عشان نرجع لدين ربنا سبحانه وتعالى لازم نعمل صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، نعيد الحسابات عشان نظبط دنيتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. الفيديو ده مجرد فيديو من ذاكرة التاريخ عشان نوعي الناس، نقول للناس خلوا بالكم. شوف احنا زمان لما كنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الكلمة كنا عاملين ازاي. كانت الدول في أوروبا وغير أوروبا كانت بتخاف من حاجة اسمها مسلمين، كانت بتعمل للمسلمين ألف حساب. لكن دلوقتي الله الله يا عبد الله، اتفرج على المسلمين ضايعين في مية البطيخ. يا ريت الناس تفوق وتراجع الحسابات عشان احنا خلاص لم يعد لنا وجود بمعنى الكلمة، او لم يعد لنا وجود مؤثر على الساحة الدولية. الدول بتستخف بالمسلمين. سلام.